بسم الله الرحمن الرحيم يفشل الذكر لا إله إلا سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير، وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير، إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيقا وهي تفور،
تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها لم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع ونأكل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من الرزق وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم من أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل رأيتم من أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم من أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين الله يأتينا به ورب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عبد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات بالعقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء المرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور المدى كأف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشركين ورب المغربين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد ابن عبد الله نور من نور الله يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله
حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. میرے مالک جو ختم شریف پڑھا گیا اس کے ثواب، ختمات، تسبیحات، کلمات، ذکر و اذکار، تام اور کلام کے ثواب. اولاً تحفتاً ہدیتاً سید الانبیاء امام الانبیاء حضور حضرت محمد مصطفیٰ احمد مشتبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں میرے مالک، تو قبول و منظور فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی تصدق من النبیین الصدیقین الشہداء الصالحین مؤمنین مؤمنات کاملین کاملات کی ارواح طیبہ کو ایصال کرتے ہیں میرے مالک، تو قبول و منظور فرما. بالخصوص 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 جمیع کلام کے ثواب سید العرفاء امام الاتقیاء قبر المشائخ سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ قمر الدین قادری صاحب علیہ الرحمہ اور سید الصلحاء امام الاتقیاء سیدی و سندی و مولائی حضور حضرت خواجہ فخر الدین قادری صاحب علیہ الرحمہ، ان کی ارواح مقدسات کو ایصال کرتے ہیں میرے مالک، تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. اور سید المشائخ امام العرفاء سید العرفاء امام الاتقیاء حضرت خواجہ محمد سراج الدین صاحب قادری علیہ رحمہ، آپ کی روحی پر فتو کو ایصال کرتے ہیں تو قبول و منظور فرما. اور سیدی و سندی شیخ المشائخ حضور حضرت خواجہ ناصر الدین قادری صاحب علیہ رحمہ، ان کی روحی پر فتو کو ایصال کرتے ہیں میرے مالک، تو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. میرے حضور کے خانوادہ کے عظیم بزرگ جو اس دنیا سے انتقال فرما گئے، سب کی ارواح طیبہ کو ایصال کرتے ہیں میرے مالک، تو قبول و منظور فرما. میرے مالک ان عظیم ہستیوں کے صدقے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، لغزشوں کو معاف فرما، نور معرفت نصیب فرما، نور معرفت نصیب فرما، نور حقیقت نصیب فرما. بے اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، جن کو اولاد دی نیک اور صالح بنا. بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کو قرض سے خلاصی نصیب فرما. پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما. میرے حضرت کے جتنے مریدین، معتقدین، متوسلین،
جو نیک مرادیں لے کر آئے ہیں میرے مالک، سب کی حاجات کو پورا فرما، سب کے حالات پہ لطف و کرم فرما، اور حضرت کے سائے رحمت تادیر سلامت فرما، تادیر سلامت فرما، آپ کو عمر دراز نصیب فرما، آپ کو عمر خضری عطا فرما، آپ کے علمی اور روحانی فیضان کے اس سلسلے کو تا قیامت جاری و ساری فرما، اول خیر آخر خیر ظاہر خیر باطن خیر فرما، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين بحق لا اله الا الله.